السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كما كتشاهدوا معنا مباشرة عن طونديم أمعدور بجملة عن جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء. إخوان كما كتشاهدوا معنا جينا نديروا واحد التحليل حول المسابقة ديال مدينة إيمين تانوت. الحمامة البطالة والأب ديالها وبالنسبة للأم ديالها، نخليو الأخ بجملة هو اللي غادي يعطينا كلمة. الأخ بجملة قبل كل شيء شي كلمة حول المسابقة ديال مدينة إيمين تانوت. تبارك الله، كنحيو الفيدرالية، كنقولوا لهم الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. تبارك الله، الطلقة ناجحة 100%، والجو كان صعيب داكشي ديال الله تعالى، كان واحد شويه ديال البرد كونطر ياك الاخ. نعم كان شويه البرد شويه، يعني الحمام تبارك الله يعني اللي ماهاش في كتافو فهمتيني كيكون صعيب عليه هادشي فهمتيني، بحال هاد الطلقه هادي يقدر يضيع الحمام فيها بحال هاد الطلقات، مي داكشي كيبقى ديال المولود فهمتيني، ديال المولود وديال الله سبحانه وتعالى. داكشي اللي كاين. وكان بالنسبه للمسابقه الاخ بجمله، شكون اللي كيلعب؟ واش المولوع ولا السلاله؟ الحمد لله جوج بجوجهم ياك، بجوج ما خاص حتى واحد ما ينقص فيهم. تبارك الله، دابا المدرب هو اللي كيعرف كيفاش يسير الفريق ديالو. ايوا داك الشيء اللي كاين. الحمد لله فاش جيت هاد السيمانه عند أمعدور الحمد لله شي حوايج قلت ليها حتى راه شكاين وشني وهادي وهادي، راه الحمد لله يكون الخير فهمتيني. وجاب الله تعالى تبارك الله وجاب الله الخير. الرتبه الخامسه داخل الفيدراليه الدار البيضاء. انا سبحان الله العظيم اللهم بارك، ديما كنديكلاري وديما في الاوائل، ديما حنا من العشرة الاوائل ديما. تبارك الله، لهذا الموسم تبارك الله راكم حاضرين تبارك الله. نعم الله يسخر. هي سير كمل الاخ ابو جمله. اييه قلت لك الحمد لله تبارك الله، ها هو الاخ سعيد ها هو معنا، زيد مرحبا بك السي سعيد. ها هو راه حنا كنديرو الاخ معذور سي هو زيد الاخ معذور زيد دخل دخل سي بعيد دخل. حنا كنديرو واحد اطلاله على السلاله اللي علمتو عليها بالنسبه لهاد المسابقه. الحمد لله، قلت لك بالنسبه تبارك الله للسلاله ديال الحمامه، راه ما شاء الله راه كتنحدر من اقوى السلالات في العالم فهمتيني، راه ماشي عن فراغ. تبارك الله، حمامه فيها جميع المواصفات، جميع المواصفات اللي فيها. هي هذه الحمامه هي هذه تبارك الله اللهم بارك فهمتيني. وهي هاد الحمامه بالنسبه لي انايا على الدرايه ديالي في الحمام، على اللي ما عرفت هذه تعطي في الانتاج اكثر من اللعب. هذه الحمامه فيها المواصفات ديال الانتاج اكثر من اللعب. علاش؟ حيت ما فيهاش شي ديفو. باش يقول باش يعرفوا الاخوان ان الحمام اللي كيضرب راه كامل في المواصفات فهمتيني، كامل تبارك الله. شوف هي ضاربه اللهم بارك، وشنيفه كيدير باقي ابيض وكل شيء، يعني راه ما فيها لا سفوريه لا والو، وحتى الصدر ديالها ها هو فهمتيني، باش الحمد لله كل شيء. هذه كانت ضربت واحد الضربه الطلقه اللي فاتت، الطلقه اللي فاتت باش تعرف ان الحمام ها الصدر كيدير غوز جاب الله بعدا ما تقش من العظم ديالها من البريش ديالها، وهي حقت انجاز الحمد لله. الحمد لله، هاي الجناح ديالها تبارك الله اللهم بارك. وباقى هذه راه البديه ديالها، هاد البديه ديال هاد الحمام البديه ديالو من 300 ل 700 اختصاص ديالو، اختصاص من رواندي من رواندي. هذه تبارك الله بوانتوره تبارك الله، وباقى الضرب. الوالدين ديالها كاينين عندنا الوالدين ديالها تبارك الله. هذه اللهم بارك الاخوان طاطو الله يرحم ليهم الوالدين، راه من اطيب خلق الله. هاد السلاله ديال الاخوان طاطو، اخوان طاطو تحيه ليه من هاد المنبر. والنتوه الانثى راه هديه من عنده، كان هداها لي الله يجازيه بخير فهمتيني. والاب ديالها هو ايريك لامبور، النتوه ديال اخوان طاطو والاب حتى هو جبناه من عنده، من عندهم بجوجهم بالنسبه للاب وبالنسبه للام. بالنسبه للاب والحمامه الثانيه حتى هي ديال كنا حتى هي ديال اخوان طاطو تبارك الله. حتى الحمامه الثانيه هي المكلاسيه 21 في الفيدرالية والرتبه الثانيه عن جمعيه ملتقى الابطال. واحد القضيه شي من لم يشكر الناس لم يشكر الله، داك الشيء اللي كاين فهمتيني. حتى حنا كنعرفوا عليك اخويا بالعيد الصدق، الصراحه انا نقولها داك الشيء اللي كاين فهمتيني، ماشي كنزكيك ولكن عارف عليك واحد الانسان درويش ما فيك لا تحراميات لا حتى حاجه، وانسان معقول بزاف لواحد الدرجه ما تصورش فهمتيني. راه لابد يكونوا عندك اعداء، ولكن هذاك هو السر ديال النجاح ديالك، هو السر ديال النجاح فهمتيني. بعد المحن كيجيو المنح
حنا الحمد لله ما عندنا حتى شي الحمد لله هذا شي مشكل مع شي واحد. والرسل راه كان عندهم اعداء الرسل والله تعالى جعلوا ليه ولد الله سبحانه. وما حنا ما بالك حنا يعني حنا الادلاء الضعفاء فهمتيني ممكن تسوى والو عند الله فهمتيني يعني راه الحمد لله ما انسان يحمد الله تعالى على النعم ديالو كل ذي نعمه محسوب فهمتيني. ايوا نوريك الاب ديالها تبارك الله. ورينا الاب ديال الاخ وريه لك اخويا سميتو بوجملة تبارك الله كما كتشاهدوا معنا الاخوان هادو راه شنو برات هادو اشني برات هادو راه زادوا غير في شهر 10 كلهم شهر 10 هذا هو الاخ. هادو لاعبين ياك لعبوا اليوم هادو هادو لاعبين راه شوف الكرش ديالهم الله يسخر الله الله يحفظك خويا. سلالة جيدة تبارك الله عليهم. سميتو الحمد لله هما الحمامات راه باش الدراري كلشي يعرف هما الحمامات عطيناهم شوية الفيتامين راه ما كاين حتى حاجة ما كتخبى. هذاك الشيء اللي كاين. فهمتيني راه ما كاين والو الحمام راه فيه لا سكري لا والو هذاك الشيء راه تيسير الله سبحانه. السكري ديال الحمام هو الحمام ياك. السر ديال الحمام هو الحمام. هو الحمامة. هي السلالة. هي السلالة ها هو دابا تبارك الله الذكر هاد الذكر هذا تبارك الله فاش جبناه. جبناه خويا بالعيد ما كياكلش مع الحمام. ما كياكلش مع الحمام سبحان الله العظيم كياكل في بلاصتو ياكل بوحدو ها كياكل في البلاصه ديالو الا ما كانش بلاصه ديالو ما ياكلش مأدب وكيغير على الوكر ديالو فهمتيني هذا سبحان الله العظيم وحنين ظريف درويش فهمتيني هو هذا الذكر تبارك الله اللهم بارك قرب العين ديالو باش كلشي يعرف تبارك الله هذا راه ما شاء الله ما كاينش خوف في المغرب هذا الذكر هذا ولد خوه درا بروميان بيربينيو بروميان بيربينيو ولد خوه ولد خوه وتا حنا نفس التلاقيه كنا لاقينا عاوتاني مع داك لالين كنا درنا ليه عاوتاني واحد الحمام واحد اخرى فيها نفس لالين اللي ضربت تبارك الله حتى هي عندنا راهي لهي فهمتيني تبارك الله حمامه ممتازه من جوده جوده عاليه تبارك الله الجناح قداش تبارك الله على الاخوان طاطو يعني سلاله جيده الله يعمرها دار فهمتيني هذوك الناس الله يرحم ليهم الوالدين والله يعمرها دار تبارك الله ماشي كنزكيهم ولا الحق هذاك الشيء اللي كاين الحق راه هذاك الشيء اللي كاين ودراوش والله الا دراوش بزاف مسخيين ما فيهم لا كذوب لا والو وما كاينش بدي لاعب لا مع هذا لا مع هذا حتى واحد هاو تبارك الله انا ما كنزكيهم حتى شي انسان عاود لي السلاله ديالها هذا اريك لامبر هذا فيه بيني ستيفينيك مو هي بنت جيلبير جيلبير ديال بين ستيفينيك والاب ديالو بواه من هذا الام ديالو شاريها اريك لامبورغ شاريها من عند بين ستيفينيك مو شامبيون وباه شامبيون اسبيجو مو اسبيجو شراها وقال بشي ثمن باهظ يا اخي الاخر راه كاين في البيديغري ديالو راه تبارك الله كيف البيبا بيبا كومبيو الحمد لله يعني السلاله والاخ سعيده معذور الاخ بوجمال استاهلوا تاهما السلاله تبارك الله تبارك الله الذكر الجناح ديالو كي داير راه شو راه ما فيه جميع المواصفات اللهم بارك حنا نولعوا الاخوان حنا راه ما غرضنا والو ديرها ولا عادي راه هوايه ولات الحرب شي الله يسخر الحمام ممتاز الاخ بوجمال تبارك الله اللهم بارك امين الله يبارك فيك تبارك الله وتبارك الله هذيك الحمامه حتى هي الثانيه حتى هي كتنحادر من 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 السلاله ديال الاخوان طاطو الام فيها هي بكوال عندكم نتوما الام ديال هذه كاينه كاينه الحمد لله راهي هي باش نديبلاصاو ليها ماشي فهمتيني قلت لك الحمد لله نطلبوا من الله تعالى التيسير وباقا ان شاء الله جاي الخير باقي جاي الخير وراه سعيد هاد ما عندوش الوقت انا كان عندي شي ظروف يعني ماشي العمل ياك الحمد لله شويه سميتو جينا هاد السيمانه اللهم بارك ربي جاب لي التيسير تبارك الله والمسابقه ديال ايمين تنوت راه ماشي سهله مسابقه دازت ما نقولوش كاريتيه المهم مسابقه دازت قاصحه شويه الحمد لله قاصحه كاين الرياح المعاكسه يعني سعيد عزيز عليه الحمام بزاف صراحه الله الاخ سعيد معذور وقال عزيز عليا هذه المسابقه اللي كيكونوا قاصحين صراحه باش يعرف الحمام اللي حمام اللي ماشي حمام راه ماشي كنديكلاريو حنا في الاجواء اللي كتكون اجواء صعبه صراحه شو شد كرب العيد تبارك الله اللهم بارك هذا عنده الفيديو ديالو مع مولاه
داروا لي طاطو مع ايريك نمبر عنده فيديو ديالو وكتلحته انا فاش يلا دخلناه قلت لي امراه تبارك الله الذكره من اروع الذكور تبارك الله حمامه ممتازه تبارك الله الله يسخر عزيز عليا الذكر هذا الصراحه الله يسخر راه عطاكم بطل انا قلت الام عطور راه يستحاله الذكر ما يضربش حلفت ليه بالله هاد الكره هذا اقسم بالله اللي اقسم بالله تغدي علاش لحقاش على حساب اللياقه ديالو وعلى حساب الفورمه ديالو سبحان الله العظيم حتى المولع فاش كيكون عنده عشره مع الحمام حتى كتكون عنده درايه بالحمام كيولي يعرف كيميز فهمتيني ومن حدك كتبقى تقلب الحمام بزاف حتى كيولي يبان لك واش غدير شي حاجه لحقاش كلشي كيبان لك مزيان نعم واللي بغيت نوصي الاخوان راه ما كاين لا دوباج لا والو نقول بنادم دوباج راه كاين على راسه هاد الدوباج داكشي ما بانك تعطينا شي نصيحه للاخوان الاخوان انا كنصح الاخوان اول حاجه يتقوا الله يتقوا الله عز وجل راه هاد الفاحشه اللي كيديروها بين خوتهم كيخلقوا العداوه من بعضياتهم يتقوا الله تعالى راه يوم القيامه غادي يكون عليهم يوم عظيم فهمتيني ثاني انهم ما يكذبوش على الناس شحال من واحد كيكذب على الناس في السلاله اش غتربح من الحمام غتربح منه والو فهمتيني الكذاب عدو الله عدو الله اللهم الصدق احسن ولا مشيتي قصدتي قصد الديار الكبار شتي دابا تمشي تشري ولد هذا احسن ليا من 1000 حمامه هذه ب 500 درهم هذه ب 6000 ريال هذه ب 4000 ريال تقدر تاخذ جوج المليون ديال الحمام والو لا علاقه تبقى تبيع والو وباقي ما طيحتيش بحال هذه السلاله من الاحسن تمشي عند المولوع تاخذ من عند ولد الحمامه هو ولد ولد الحمامه اللي ضارب وشي اللي كاين هذا راه شارينو بالثمن راه بالثمن يا راه حنا عارفين الاخ جمله راه الثمن تبارك الله وراه هو شرفكم وشرف الجمعيه الحمد لله الله يسخر النصيحه اللي كنصح بها المواليع انا راه صادق ما كنكذبش نقول لك واحد القضيه لو بغيت نقول شي حاجه راه غنقولها ما بغاش نقولها ما نقولهاش يعطيو يتهلاو في الحمام اول حاجه في ليرفاج ثاني حاجه في البداله ثالث حاجه فاش يفوت الحمام من البداله يداويوه راه لا ما تداوش الحمام ما يديكلاريش ابدا لحقاش كيبقى في داك الشيء اللي كلا في ليرفاج يقدر ياكل شي نعم ويعطيو احسن ماكله احسن ماكله يعطيوها لي الماكله عاديه ما خدامه بالنسبه للمسابقات لا ما خداماش لا ما خداماش ويعاونوا بشويه لي زكتروليت وشويه لي فيتامين ضروري حنا كنديروا هادشي ضروره كذب على كذاب اخويا كنديروا هادشي الله يسخر لكم الاخ بوجمله تبارك الله عليك شي حاجه اللي كتخبى ولعتينا اخويا في هاد الذكر هذا تبارك الله واحد القضيه الاخوان اللي عزاز ما نساوهمش كاين اي تعليق الله يعمر دار وكاين يونس وكريم والبشير محسن راه تبارك الله هاد الناس هادو راه كيجيبوا الدواء ديال بصح وليه في كيجيبوا الدواء الطوب ما كاينش هذا لا ما كاين لا كذوب لا والو اللي ما لقيتيش عند هذا تلقى عند هذا ما لقيتيش عند هذا تلقى عند هذا عندهم يونس وكريم وتا سميتو البشير تا هما عندهم الماكل كاع اللي ما لقيتيش عندهم شي حاجه دوز يومين ثلاث ايام تلقاها موجوده. حتى واحد الاخ تبارك الله حتى الدواء ديالو الماكله ديالو هو عبا امين. عبا امين كما قال لك الاخ امين. الماكله دابا كناخذها عنده. لا سي سعيد قلنا شي كلمه على الاخوان عبا. والاخ عبا خونا وصديق ديالنا من القديم تا هو من الناس القدام. فهمتيني؟ ايوا حنا كما قال اخويا عبيله دابا سمعت كيهضر على دابا الناس الحمد لله ولا كلشي موجود. ما انسان يعرف منين يشري وشنو يشري وشنو غايدير هذا هو ما كلشي دابا موجود والناس دابا مابقاوش فهمتي مابقاش داكشي ديال البيريمي وسميتو راه الناس ولاو كيجيبوا داكشي حيت داكشي السمعه راه انسان راه غاتجي تاخذ عنده داكشي وما يخدمش راه غادي صافي ما تبقاش قدا عنده يقدر يكون بيريمي وكان شي وحدين تيبقي لهم التاريخ هو كيقلب على راسه وخصو يقلب على البرودوي ويكون مزيان بغيت نوريك واحد الذكر واش اللي كاين اخويا بلعيد وتحيه للاخوان عبا هادشي اللي كاين واحد الذكر عند سعيد ها هو تبارك الله هذا راه سبحان الله العظيم نقول لك واحد القضيه هذا راه عشرة زمان هاد الكيارات شتي الفالون هذا فيه الفالون هذا راه كان عندي مع طونديم تيبر يوسف وكان وثاني مع السناوي باقي موجود دابا راه كيلعب الحمد لله فهمتيني قلت لك تبارك الله هاد الذكر هذا
من اخطر الحمام اللي دخل المغرب. وبالنسبه لخويا بالعيد الشي بالنسبه لهاد لي راس اللي كنضرب بهم في المطرق اللي فاتوا تقريبا من السلاله ديال هذا. فالون فالون يجي عمو. لا فالون يو هيرمس. لا هذا فالون فالون من باو. هذا فالون فالون ما عرفتش 100% فالون. 100% ولكن من الراس ديال هذا. ولكن تبارك الله باش تلقى هاد فالون فالون ماشي ساهل. ورينا الجناح ديالو الاخر بجمله. تبارك الله اللهم بارك. هذا راه قلت للسعيد تبارك الله هاكا خويا فرختو منه هاد العمل الاخر. تبارك الله راه عندنا هذا ولادو ولادهم لاعبين دابا لاعبين كيلعب في السبرينت هذا. كيلعبوا تبارك الله. وهذاك اللي ضرب الحمامه الثانيه راه عمو العمو راه الاب ديالو. الاب ديالو ها هو تا هو عندنا. ها هو تبارك الله. ها هو تا هو الثاني. مزيان. هو هذا مو يابكو وين فيه. لا واش شو هربان انا ما باغيني كاع. ها هو واش حنين لا تشوف. هاو هذا يابكو وين هذا فيه الكوب مان مارسي سانجير نازل من ليزاس بيجون. تبارك الله. الاخ سعيد راه من اعز الناس عندي. هذاك الشيء اللي كاين هو يقول كل شيء. اخ سعيد معذور من الناس الخلوقين في مدينه الدار البيضاء تبارك الله عليه. الحمد لله. باش تشوف من الاخوان السلاله الجيده تبارك الله عند الابطال ديالنا بجمله امادور. اللهم بارك وزيد في ذلك. والله ما كاين شي حاجه اللي كتخبى. الشيء اللي كيخبي راه احمق. داك الشيء اللي كاين. وبنادم ما عنده ما يخبي. داك الشيء اللي كاين. اللهم بارك. الله يسخر تبارك الله. الله يسخر اخو بجمله راك ولعتينا تبارك الله. امين. الله يبارك. الله يسخر تبارك الله. هذا راه انتيليجون هذا تبارك الله. الله يسخر. غير اخويا واحد النصيحه لله. يا الاخ معذور اخويا بالنسبه لهادشي ديال الحمام. انا راه نقول لك راه من 90 وانا في هاد الحمام. راه الحمام اللي كيضرب قليل الانسان اللي يشري عارف اش يشري. راه الحمام اللي كيضرب راه قليل وقليل وقليل. راه الانسان راه غادي يشري الحمام وغيتصدم ملي بغى يشري. خصو يختصر الطريقه. خصو يشري الحمام بالثمن وغيجيبو وما غايدير ليه والو وقليل الحمام اللي غادي يعطي. وشنو خصو يدير الاخ معذور؟ عاد فين يمشي خص التركيبه وكيلاقي هادي مع هادي. ولا عنده شي حمام مزيان شادو بربعه ليدي راه ما يطلقوش. ما يطلقوش لك واخا تعطي ما عرفتي شنو. عاد يمشي عنده يعطيك داكشي اللي ما خدامش. داكشي اللي كاين اكثريه منه. قلت لي واش قلت لي يا سعيد؟ قلت لي قول لي اتقى والله تعالى. هادشي اللي كاين. حيت الانسان هادشي اللي كاين. عندي حمام انا شاري بثمن والله ما خدم. ما خدم والو. ما دار والو. ربما عاد بحثي والو. سعيد الحمامات اللي ذبحت. بشحال هادوك شارين اول قولي. وحمامات انا شاريو بثمن ب 10000 درهم البياسه. وتلقاني القاني بعتهم ب 2000 درهم. وقلت لهم ولاو راه ما داروا عندي والو. قلت لهم براس براس. وانت هذاك السيد هو بغاهم انت. انا شوف اللي عليا قلتوا لي. لا هذاك الشيء اللي كاين. سعيد راه حمامات شاريهم بالثمن القاني ذبحتهم. مليون باش شاريهم. راه ما قالوا قلت لي اش درتي؟ قلت لي صافي مشاو. صافي الله يعاون فهمتيني. ما خدامش هذيك الليله بقاو فيها سعيد راه بقاو فيها. الحاجه ما خدامش ما خدامش الاخ معروف. والله العظيم الا اول البارح اش قال لي. قلت له فين هو الموس؟ قال لي ها هو. قال لي ياك ما باغي تدفع شي حاجه. قال لي تمنك ونشم عزيز عليه الحمام. ترى الله يسخر تبارك الله عليكم الاخوان تبارك الله. الله يحفظك اخويا معذور بارك الله فيك. اشكركم على الحسن الاستقبال. الناس يستافدوا من داكشي اللي كاين. دوزنا عند الناس دابا اللي بادي مساك الله يكون في عوانك. الله يكون في عوانك. زربانين وباغي يحققوا نتائج ايجابيه في اسرع وقت ممكن. لا مشكله هادشي ديال الحمام. واحد ذكر بغيت نوريه لك اخر واحد غنختموا به. هي ها هو بجمله. وهذا ها هو هذا ذكر. الله يعمر ليه الدار. هذا الله يعمر ليه الدار ديال الحاج بلو. شتي ديال الحاج بلو هذا. هذا والدي 100% كابي كابي. عرفتي بشحال شاريهم؟ تنسولو الحاج. الاب راه شاريهم بالثمن هذا. هذا راه كيعطينا لي زاس بيجون. هذا ذكر ديال لي زاس بيجون. ولا دايرين شي ايجاز على الاخر معطول. حيت هذا مو مو سميتها اس ديال كابي. سميها اس. تبارك الله. وتبارك الله. ودابا واحد بنت تبارك الله تسير وهي اس. هاي دابا غادي اس بيجو. راه دابا عاوتاني راه غادا. تبارك الله اللهم بارك. الله يسلمك. شو راه كتجي كتلقى كتنسى العام كامل. كتنسيك عليها كامله. هاك اخويا هاك بالعيله. هاك الله يسخر. تبارك الله. الحمام راه كاين. اللهم بارك.
الناس اللي باغا تشري حمام تعرف شنو غادي تشري، ماشي تشري حمامه وصافي. شوف العقل ديالها شنو فيها، والجناح والصدر وجوج حمامات حسن من 1000 حمامه. وهاد الحمامه الاخ واحد الاخ اللي عطاه لي الله يجازيه بخير، هادشي اللي شي شريتها عنده وكنخداها وخديتها عنده. شي عنده هادشي اللي تبارك الله. والشيء اللي كاين الاخ بوجمله كنشكرك، الله يبارك فيك، كنشكركم انت والاخ معذور على الحسن الاستقبال والترحيب. سبحان الله العظيم يا الوالده كتعيط عليك. الله يسخر. الحاجه السلام عليكم. كما شاهدتوا معنا الاخوان نختموا هذا الفيديو هذا دائما عند الابطال سعيد معذور بوجمله عن جمعيه ملتقى الابطال. كما شاهدتوا معنا وريناكم بعض السلالات الجيده عند هذا الابطال هذو اللي حقوا بهم عده انجازات سواء في هذا الموسم او الموسم المنصرم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.